قلت لا يعني لا يا شهيرة. اسمعني بس يا صلاح، ما ينفعش تسافري. يعني ايه تسافري؟ تسافري يا حبيبتي وتسيبيني لوحدي؟ ده شغلي، وبعدين دول كلهم 4 ايام. يا سلام يا ستي، واربع ايام دولت يعني شويه؟ دول 4 ايام بلياليهم. معقوله يا حبيبتي انا اعرف استغنى عنك 4 ايام بحالهم؟ وهي دي اول مره اسافر يا صلاح، وبعدين انا مش مسافره برا مصر، انا رايحه شرم الشيخ مع نزار ومراته، ونزار اهم عميل لشركتنا. وليكن يا حبيبتي، كان سافر معاهم بقى عبد الحليم او يسافر معاهم اي واحده تانية، اشمعنى انت؟ ولا عبد الحليم ده عايز يضايقني؟ هو يعرف كويس ان انا ما اقدرش استغنى عنك 4 ايام بلياليهم. انا ما اقدرش استغنى عنك يا حبيبتي ولا ابعد عنك لحظه. قهوتك يا سعاده البيه ساده. ايه يا وليه انت بتبصي لي ليه كده؟ عايزه مني ايه؟ انت بجر الشكر ليه على الصبح يا سعاده البيه؟ وانا اتكلمت معاك؟ خليك معايا انا صلاح، خلصني انا لسه هوضب شنطتي، وبعدين اروح على الاوتيل اغديهم، وبعدين اطلع على المطار. خلاص يا ست، اللي عايزه تعمليه اعمليه، ما دام انا ماليش اي اعتبار عندك واهون عليك للدرجه دي، سافري وسيبيني انا اولع بجاز. بعد الشر عليك يا بيه. انت عايزه مني ايه وليه انت بالظبط؟ انا عايز افهم، انت عايزه مني ايه؟ كلميني. مش انا اول ما صحيت الصبح حضرتك قلت لي ان في بدله عايزه تنظيف دلوقتي؟ طب جوه البدله، روح يا ست خديها وديها الطنطر ليه، وقفي على ايديهم لحد ما يخلصوها. يلا حكم القوي. حاضر. قلت ايه يا صلاح؟ انا قلت رايي وانت سمعتيه. طب لو قلت لك عشان خاطري يا حبيبتي؟ انا مش عارف حتى ببعدي عني ازاي 4 ايام، انا ما بعرفش استغنى عنك لحظه واحده. طب ايه رايك ما تسافر معانا؟ فكرت برضو في الموضوع ده وحسبتها في دماغي، لقيت برضو ما ينفعش، لان انا عندي شغل متلتل وخصوصا الليله دي. طب خلاص يا حبيبي، اوعدك ان دي اخر مره اسافر فيها ومش هسافر تاني خالص. افرد بوزك بقى. ايه امر لله. هتسافروا امتى؟ طيارة 8 بالليل. هايل. ايه اللي هايل في دي يا صلاح؟ لا ان انا حسبتها، لقيت ان انا يدوبك اوصلك المطار وبعدين الحق بقى ارجع لشغل المتلتل. تعرف يا صلاح، اصرارك على اني ما سافرش عشان بوحشك زود غلاوتك عندي. ايه ده يا صلاح، مش دي بدلة فرحنا؟ اصلها مركونة بقالها مدة جوه، وبعدين قلت توديها الطنطر ليك، جايزها استغلها في حلقة كده ولا حاجة. فاكر يا صلاح يوم فرحنا كنت زي القمر وانت لابسها؟ سرحت في ايه؟ انت لسه بتحبيني يا شهيرة؟ السؤال ده يا صلاح، ده سؤال لازم تعرف اجابته من غير ما تسألني. مفيش فايدة فيكي، ما بتتغيريش. مالك؟ ساعة ما عرفتك وانت محيراني فيكي. انا يا صلاح؟ ايوه، كان نفسي تحبيني زي ما انا بحبك. ده طماع زي كل الرجاله. وانت زي كل الستات تحب نفسك اكتر ما بتحبيني. لا ده انت تعبان قوي، وانا عارفه السبب، عشان هسافر وابعد عنك. وما تقولش ان انا بحب نفسي اكتر منك. تفتكري؟ اكيد جايز.